بيغير عليها وجاب لها حراسة خاصة بنص مليون جنيه بعد اللي حصل في فرح مروان عطية وخناقة المول الشهيرة. ما بتروحش مكان غير والبودي جاردات معاها. مزاعم وأنباء كتير على السوشيال ميديا عن اللي عمله نجم النادي الأهلي إمام عاشور مع زوجته ياسمين. تعالوا نشوف الحكاية. الفترة الأخيرة شهدت على عدد من المواقف المثيرة اللي اتحطت فيها زوجة إمام عاشور نجم النادي الأهلي، واللي كانت سبب في غضب إمام على المعجبين. آخرهم اللي حصل في فرح زميله في القلعة الحمراء مروان عطية، كان قريب من زوجته في الفرح وجي إمام وزعق له قال له ابعد شوية. ده غير كمان إنه ظهر وهو طالع من الفرح معاها بحراسة خاصة. منشورات كتير اتكلمت عن اللي عمله إمام مع زوجته ياسمين بعد المواقف دي عشان يمنع أي مضايقات تتعرض لها. وبحسب المتداول على منصات التواصل، فأمان جاب لزوجته حراسة خاصة بأكتر من نص مليون جنيه ما بتفرقهاش، وفي كل مكان بتكون معاها علشان تحميها من أي مضايقات. مش بس كده، لكن كمان الخطوة اللي عملها إمام كانت في الأيام اللي فاتت بعد اللي حصل في خناقة المول الشهيرة، لما قالت إنها تعرضت للمضايقة من فرد أمن في المول. لكن إمام ما اتكلمش عن قصة الحراسة، والمتابعين على منصات التواصل ربطوا بين اللي حصل في فرح مروان وظهور زوجة إمام وهي معاها وهم خارجين من الفرح ومعاها بودي جاردات بانه جاب حراسه خاصه فعلا. لكن ازاي بدات قصه الحب بين امام وزوجته ياسمين؟ تعال اقول لك علشان تبقى عارف المعلومات اول مره تعرفها. زوجة امام اسمها ياسمين حافظ، وش السعد على امام عاشور وتميمه الحظ بالنسبه له. في العشرينات من عمرها ودرست في الاكاديميه العربيه للتكنولوجيا والنقل البحري، بتعشق السفر والتنقل من بلد لبلد، وده ظهر في زيارتها لعدد من البلاد المختلفه في السنوات اللي فاتت. شقيق ياسمين حافظ زوجة امام عاشور هو من ناشئ الزمالك. ياسمين بدات الفتره الاخيره تظهر بشكل كبير مع إمام في المباريات وتكون سندي. إمام اتكلم عن ياسمين وقال اتجوزت وأنا عمري 24 سنة ومراتي ربنا يخليها لي سند ليا، ومهما اتكلم عليها مش هوف في حقها، وقفت جنبي في حاجات كتير ودايما داعم ليا في حياتي أو في الملعب أو خارجه، وهو داعم وسند وظهر، وهي داعم وظهر وسند، وأمي في حتة تانية. والدتي شافت معايا صعوبات كتير لما كنت في المحلة وكانت معايا في كل الأوقات ومش بتتفرج على الماتشات من خوفها عليا. كمان إمام قال في تصريحاته أنا صريح واللي في قلبي على لساني ومش بداري على حاجة مندفع، والقرار اللي بيجي في دماغي بعمله من اول فكره، ومش بخاف على نفسي لاني صاحب القرار وبخاف على حلمي. لكن يا ترى هل فعلا امام عاشور جاب حراسه خاصه لزوجته ولا لا؟ خلونا نشوف.